تشرفت اليوم شركة سرايا العقبة، وتشرفت شخصيا بزيارة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد إلى مشروع سرايا العقبة. شركة سرايا العقبة ومشروع سرايا العقبة في العقبة يعد من أهم الاستثمارات في منطقة العقبة الاقتصادية، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع سرايا العقبة 1.5 مليار دينار أردني. مشروع سرايا العقبة أسس على 3 مبادئ، وهو مفهوم جديد في مجال التطوير العقاري في المملكة الأردنية الهاشمية. المبدأ الأول اللي هو المبدأ السياحي، ومبدأ ترفيهي، ومبدأ سكني. هذه المبادئ الثلاثة موجودة داخل مشروع شركة سرايا العقبة. المكون السياحي يعتمد على 4 فنادق داخل مشروع سرايا العقبة، تم إنجاز الأول منهم في عام 2018، وتم تشغيله من قبل لكجري كولكشن سرايا الماريوت، ويضم تقريبا حوالي 250 موظف من أبناء الأردن ومن أبناء المنطقة في العقبة. مشروع سرايا العقبة في العقبة الآن في هذا الوقت يشغل تقريبا 600 شخص في العقبة، 70% منهم من أبناء المجتمع المحلي. بالإضافة الحديقة المائية خلال الشهرين أو الثلاث الماضيين قمنا بتعيين 123 موظف، منهم 121 موظف أردني، 60% منهم من أبناء المجتمع المحلي. المشغل فرح إكسبيرينس، وهو متخصص في هذا المجال ويدير ويشغل عدة مراكز ترفيهية عالمية على جزيرة ياس في أبوظبي ومدن مائية في العالم.